لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وسكت عنهم وذكر فقط أصحاب الجنة، لأن الوصف الآن لله: يا أيها الذين آمنوا أصحاب الجنة هم الفائزون. عاد خلاص ماشي ذكر لهؤلاء الذين ذكرهم، لأن يا أيها الذين آمنوا الوصف لمن؟ فانظروا إلى الفائزين ماذا يفعلون، أهل الفوز الذين فازوا، ما هي صفاتهم؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. من أوصافهم أننا نضرب لهم مثلا لينتبهوا له. الفائزون نعطيهم مثال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ما دك صح، ما دك ولا تلة، جبل، يعني حتى لو تتخيلتوا جبال هيمالايا كبار ضخمة راسية صلدة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جماد لا يتحرك، ما محاسب، هذا ما محاسب. يقول يعني نعطيكم مثال شيء ما محاسب، انظر كيف يتعامل مع آيات الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، كيف يتعامل القرآن الجبل مع القرآن؟ لرأيته خاشعا، هذا الخشوع أكيد يدل على حق شيء معين. لرأيته خاشعا متصدعا من ماذا؟ من خشية الله. الجبل يدخل الجنة ولا النار؟ أيها ما محاسب، ولذلك لا يخاف سوء الحساب، وإنما بسبب خشية الله وعظمته. هذه الخشية تجعله خاشعا متصدعا، يتصدع، تسمع يقولك مثل زلزال، آيات من آيات الله فإذا بها بزلزال رتبه الله من الأزل، ولو كان جعلها بطبيعة معينة أو وقوع حدث في الدنيا، ولكن هذا التصدع جعله الله سبحانه وتعالى لخشية وقعت في هذا الجبل. من خشية الله وتلك الأمثال. إذن هذا مثل ما حقيقي، مثال نضربه لك لتنتبه ولتتفكر. وتلك الأمثال نضربها للناس. ليش يقول كذا؟ حتى ما يجي واحد يقول أنا أروح الجبل تو ويبدأ يمسك المصحف ويقرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، يقول شوف ما تأثر الجبل، يبي يختبر الجبل. وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا المثال مضروب حل الجبال ولا مضروب حل الناس؟ إذا أنت تصير تقرأ حالك، ما تصير تقرأ على الجبل، تقول أبا اختبر، فانتبه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة: ومنها، يعني من هذه الحجارة يهبط من خشية الله، قال ومنها ما يعني يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا سرت يوم الأيام الجبال والدور عسل، ولا سير دور الغنم، ولا ترايح تمشي تسوي رياضة، ورأيت صخرة تسقط، لا تظن أن جني قاسي عقك، قل من تذبه يورهن ويعقهن. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وممكن يأتي الله سبحانه وتعالى، يأتي الله عز وجل لك بهذه الآية لأجل أن تتذكر، شوف كيف هذه خشعت
فسقطت من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا مثال للناس لعلهم يتفكرون. زي ما هو هذا القرآن الذي إذا أنزل على الجبل رأيته هكذا يصل إلى تعظيم الله إلى خشية الله؟ هو أن تسمع ما بعد ذلك من مثال. نعطيكم المثال، يعني لم يجعلنا الله سبحانه وتعالى هكذا. قلت كيف هذا الجبال؟ كيف يعني الجبال إذا قرأت عليها قرآن لرأيته خاشعا؟ الجبال وقرآن وشيء آخر إيش هو؟ لا أنا أتذكر هذا لأنه ليس في الآيات. السورة، السورة فين جاية هذه الآيات؟ في أي سورة؟ الحشر، يعني القيامة ولا هنا لأول الحشر. هو كان هناك غير، لكن المقصود هنا الحشر. الحشر والجبال والقرآن، ما علاقة الحشر والجبال؟ يعني يقول لو يجي واحد يسألك يقول لك مو الجبال مدخلهن في الحشر؟ ها؟ لا نسمعها. الله خبرنا اياها بوضوح. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هذا في أرض المحشر صح؟ المسألة في الحشر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات. شيء خشوع أصري في ذلك اليوم، خشوع من جنس آخر. جبال في الحشر عندما يسمعون داعي الله خشوع، كذلك هنا جبل قرآن خشوع، كله من خشية الله.